بس فندم. حضرتك كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلس الشيوخ، إزاي بتشوفوا الوقفة والدعم السياسي من مصر لفلسطين؟ لا لا، بس خلينا عشان ما نحطش قصة مصر لحال، بدي أعمل نقطة نظام. مصر دولة إقليمية مؤثرة مركزية، صحيح؟ نعم. ولكنها لا تستطيع منفردة طبعاً أن تتحمل هذا العبء، لذلك طبعاً احنا شكل لجنة سداسية، الوزارة السداسي العربي. نعم. مصر أساس في هذا الموضوع، بدي هذا الموضوع. أيوة. كيف يمكن أن نطور السداسي العربي ليصبح حامي، جدار حامي لدعم القضية الفلسطينية؟ ما تحطيش مصر لحالها. لا، أنا بحط مصر لحالها بما أننا عايشين دلوقتي في مصر وبنتكلم من مصر، لكن مصر مش مسؤولة لوحدها عن القضية الفلسطينية بالتأكيد. أيوة، حتى ما تصيرش القصة. طول عمر مصر يمكن الناس كلها بتفتكر أن مصر قامت بدور بعد النكبة، ولكن الحقيقة والواقع على الأرض يقول أن مصر بدأت في الدفاع عن القضية الفلسطينية سنوات قبل النكبة، ربما من 1920. وطيب علشان يعني أوري لحضرتك، نشوف سنة 1920 ثورة البراق. يلا نشوف 29. طيب نشوف من البراق 29. بس من 1920 لا، في حاجات حركات. طيب طبعا نشوف شعب فلسطيني، نشوف مصر من 1917 وهو بواجه الحركة. نشوف من 1920 مصر عملت ايه. أكثر من 100 عام من الدعم المصري للشعب الفلسطيني. كيف دعمت مصر ثورتي البراق والنبي موسى في فلسطين؟ قبل نحو أكثر من 100 عام تشهد المواقف والقرارات المصرية على دعم مصر لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره ونيل حريته. فمنذ ثورة عام 1920 في الأراضي الفلسطينية والتي يطلق عليها ثورة النبي موسى عليه السلام، كانت مصر حاضرة بقوة في وجدان وعقول وقلوب الثوار في الأراضي المحتلة. عندما تقرأ صحف ومجلات هذه المرحلة المبكرة من ظهور المشكلة الفلسطينية، سوف يتأكد لك المتابعة المصرية الدقيقة لكل ما يجري في فلسطين، وكيف استلهم الفلسطينيون ثورة عام 1920 من الثورة المصرية العظيمة ثورة 1919. فالثابت أن كلا الثورتين كانتا ضد الاحتلال الإنجليزي. فلسطين في هذه المرحلة شهدت هجرة الآلاف من أصحاب الفكر الصهيوني إليها، كما أن زعماء ثورة 1919 كان لهم تواصل مع ثوار ثورة 1920 في فلسطين لنقل خبرتهم لأشقائهم الفلسطينيين من أجل تعزيز صمودهم أمام البطش المزدوج الصهيوني والبريطاني. الدعم المصري للشعب الفلسطيني تجدد بقوة وأخذ مستويات جديدة، وذلك عندما تفجرت ثورة البراق الفلسطينية في 9 من أغسطس عام 1929. كانت مصر حاضرة بقوتها وثقلها الشعبي والتاريخي والحضاري لدعم ثورة البراق التي اندلعت اعتراضاً على طرد الفلسطينيين من أراضيهم العربية وفتح الباب أمام آلاف اليهود ليحلوا محلهم. ولم يمنع وقوع مصر تحت نفس الاحتلال، وهو الاحتلال الإنجليزي، من تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المصرية لثورة البراق الفلسطينية. لكن ثورة 1936 والتي يطلق عليها الثورة الفلسطينية الكبرى كانت بمثابة مرحلة جديدة من التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني.
عندما أيدت جموع الشعب المصري النضال الفلسطيني ضد الانتداب الإنجليزي الذي قام بقمع أطول إضراب فلسطيني والذي استمر لنحو 6 شهور متصلة. وبدأت هذه الثورة مباشرة بعد مقتل الشيخ عز الدين القسام عام 1935، وكذلك إعلان الحاج أمين الحسيني يوم 16 من مايو 1935 باعتباره يوم فلسطين ودعوته إلى إضراب عام في كل الأراضي الفلسطينية.